يعني الحل، اعتقد الحل هو يجب ان يكون بموضوع ان تكون هناك شراكه، وان يكون تدوير لاداره منصب محافظ القرى، ولكن هذا التدوير يجب ان يكون تدوير محدد ولا يتسع اكثر من حزب او مكون، على اعتبار ان اداره هذه المحافظه من خلال اربع محافظين او ثلاث محافظين اعتقد موضوع جدا صعب، على اعتبار المشرع العراقي جعل منصب محافظ كركوك اداره المحافظه على مده اربع سنوات، وبالتالي اذا ما ذهبنا بافتراض ان يكون منصب محافظ كركوك للاخوه الكرد وللاخوه التركمان والاخوه العرب، وبالتالي ايضا ينقسم هذا المنصب الى على سبيل المثال القرار السياسي الكردي اليوم، الحزب الديمقراطي ايضا هو لو يجزم بانه له الحق في اداره المحافظه، وانه ايضا سوف يعمل على اداره المحافظه لمده سنه، كذلك اليكتي ايضا الاتحاد الكردستاني يعمل على اداره هذه المحافظه والمكون التركماني والمكون العربي، وبالتالي بدا منصب المحافظ يفقد قيمته القانونيه وقيمته الاعتباريه.